مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. انا بخير الحمد لله، بطمن كل الاصدقاء والناس اللي بعتالي في حاله كده من الشائعات ماليه البلد. مصر بتمور وتفور، الكهرباء بتقطع علينا في الاستوديو، بس احنا جاهزين ان شاء الله. اذا اتقطعت ما تقلقوش من اي حاجه، احنا جاهزين وهنواصل معاكم. انا بخير، مفيش امر ضبط واحضار حتى الان وصلني ليا، عشان الاخوه اللي بيسالوا في بعض المواقع نشرت ان في امر ضبط واحضار ليا من النيابه. نيابه امن الدوله قالت احنا ما عندناش اي حاجه، انا مش محتاج امر ضبط واحضار، اللي عايزنا اروح له هروح له فورا، يعني من الرئاسه لحد النيابه العامه انا جاهز، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش حاجه اخاف منها خالص، فمستعد فورا. امر الضبط والاحضار علشان في نشر ان مجموعه من البلاغات قدمت ضد عدد من الاعلاميين، البلاغات بتتهمهم بالتحريض على قلب نظام الحكم، على الإساءة إلى الرئيس. بعد الكلام اللي قاله الرئيس الكل متوقع أن أي حاجة تحصل، خاصة أنه هو قال الكلام بالليل، في حاجات اتنفذت الصبح. في ردود فعل على خطاب الرئيس حتى الآن، بعض المواقع نشرت بالفعل أن صدر قرارات بضبط وإحضار عدد من الإعلاميين، أنا منهم، ما وصلنيش حاجة وما أعتقدش أن المسألة محتاجة ضبط وإحضار. دواء تليفون زي ما عملوا قبل كده كتير، ممكن تتفضل تجيلنا، بنقول عينينا حاضر، احنا بنحترم القانون، ما عندناش اللي نخاف منه. إذاعة من الإذاعات الإف إم التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون أذاعت من شوية أنه صدر قرار ضبط وإحضار، وهي إذاعة أغاني، مش عارف إيه علاقتها بالأخبار، لكن ماشي، هي ما بتخلفش الترخيص. من شوية استقال جمال الشاعر على الهواء مباشرة، واتهم وزير الإعلام بالفاشية لأنه منعه من إدارة حوار متزن حول تحليل خطاب الرئيس بالأمس. منذ قليل تم إغلاق قناة الفراعين، لما حاولت أعرف التفاصيل، منذ قليل كان الإعلامي توفيق عكاشة على القناة، ثم بلغه إن في قوات جاية علشان تقبض عليه عشان في قرار ضبط وإحضار ليه بالفعل. اللي عرفته إن خرج مسرعا بعربيته، بعدها الشاشة اسودت. طب اسودت ليه؟ هل الفراعين اللي قفلتها؟ لا. النهاردة كان في اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بتشكيلها الجديد، اللي تم استبعاد فيه قنوات النهار، سي بي سي، دريم، دون أسباب، وهحكي لكم الموضوع. وتم ضم عدد من أساتذة الإعلام من المنيا، من جامعة 6 أكتوبر، من جامعة عين شمس، شاركوا في هذا الاجتماع، خدوا قرارهم بوقف إشارة البث لمخالفتها شروط الترخيص بالنسبة لقناة الفراعين. من داخل الجلسة، من المضابط الجلسة الماضية، كان هناك تحذير لقناة الفراعين ان اي مخالفة للشروط سيتم اغلاقها. طبعا النهاردة هي الشروط حاسمة وباترة. كان في شائعات عن اغلاق مجموعة اخرى من القنوات، ولكن وزير الاستثمار طلع قال لا صحة لما نشر في بعض المواقع ولا اغلاق، وانه بيشجع الاستثمار. يا رب، انا عايز اصدقه بس من قلبي مش مصدق، ومتوقعين اي شيء. نحن في خدمتكم، سنظل نقدم لكم كل ما يحدث في الشارع، نحن مرآة، هنقول اللي بيحصل، هننقل لكم زي ما هو مظاهرة إسلامية، هننقل لكم المظاهرة الإسلامية واللي بتقال فيها، زي ما بنعمل مظاهرة لقوة شعبية نازلة الشارع يوم 30، احنا معاكم بكرة الجمعة، احنا معاكم، لأن وظيفتنا ان احنا نقدم لك الخدمة وانت في البيت، وحضرتك تختار وتحكم انت عايز تكون فين. بنحاول نوفر لكم كل الاصوات، احيانا بتواجهنا صعوبات ان بعض الاصوات ما بتفضلش انها تيجي، او لا تلتزم، او تضع شروط ونحن لا نقبل الشروط من اي حد. احنا وظيفتنا الوحيدة هي خدمة حضراتكم. النهاردة عندي حلقة خاصة جدا، يعني هي اللي مدياني نوع من الطمأنينة، انا بطمئن بوجوده فضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، بعد أن انتهينا من حلقات رمضان، وإن شاء الله تعجبكم، لأن هي عن التطرف، عن التطرف في كل الاتجاهات. إن الحلقات بتتكلم أمنتوا بالله في الجزء الثالث، مش ممكن نفضل دايما أسرى استقطاب واحد، لا ده لا ده، وكل واحد شايف إنه هو الصح، دايما في خيار ثالث، وده اللي هنشوفه في حلقات رمضان. النهاردة عاملين مواجهة أفكار، عصف ذهني، رؤى إسلامية معتدلة اختلطت علينا الرؤى الإسلامية. في كتير من الشباب أصبح لديهم لبس، لديهم تحفظات، هناك خلط شديد ما بين الخطاب الديني والدين الإسلامي، الدين الإسلامي العظيم شيء، والخطاب الإسلامي المتلعتم المرعب اللي بيتكلم عن إرهاب وعن جهاد، الجهاد في الإسلام بس بأي مفهوم. النهاردة معايا تركيبة
من أجيال قريبة من بعضها من الشباب، هتطرح مع الحبيب، هنتناقش بصوت هادي. احنا مش جايين ندين حد، احنا جايين نفكر ونطلع اللي جوه القلوب على السطح. هيكون معايا الدكتور محمد فتحي الكاتب الصحفي والذي لديه رصد لتجاوزات في الخطاب الإسلامي، هيكون معايا الأستاذ أحمد سامر مؤسس حركة علمانيون، هيكون معايا الأستاذ عصام شعبان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، هيكون معايا الكاتب الصحفي الأستاذ مؤمن المحمدي اللي بيتكلم عن النسبية، إن فكرة النسبية المطلقة مفيش شيء مطلق، كل شيء من حقك إنك تشك فيه وتفكر، هو بيميل أو نظرية النسبية اللي بتميل إلى إعمال العقل في كل شيء، الحرية المطلقة اللي تخلي عقلك زي المظلة المفتوحة تخليك ما تبقاش أسير فكرة، بس باتساعها يمكن أن تسبب نوع من الانحلال من التفكك. ده لوجهة النظر الأخرى. هيكون معايا الأستاذ إبراهيم حسين أحمد عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، هيكون معايا الأستاذ أحمد عبد الحميد منسق حركة عائدون للشريعة. لدينا العديد من الأخبار، المظاهرات في كل مكان، اشتباكات في بعض المحافظات، سقوط قتيل ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين نحسبه شهيدا عند الله، دم مصري بإيد مصري شيء مرفوض تماما، هناك بعض الحرائق التجاوزات التي تدمي القلب، دم بني آدم يسوى حاجات كتير قوي. مفيش حد ابدا ابدا يقبل ان في دم يراق او يبقى في اعتداء على مبنى ايا كان هذا المبنى. كل واحد بيتكلم عن السلمية، في الواقع لا، بتبقى لحماية الشرعية ولغة الخطاب فيها تهديد، ولغة الخطاب فيها وعيد، فيها عنف، فيها مشانق، بتبقى بنتكلم عن ليبرالية وسلمية ومدنية وبنشوف حرق وبنشوف ضرب وبنشوف. مين قال كده؟ مين قال كده؟ فين السلمية؟ احنا نفسنا السلمية تتجسد على الواقع. هقول لكم مزيد من الأخبار. خلونا نبتدي بخبر زميل العزيز الإعلام الكبير جمال الشاعر. تعالوا نشوف الفيديو اللي كان منذ قليل على التلفزيون المصري ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. أعتذر 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 للجمهور المحترم، لأن إدارة التلفزيون المصري أصدرت فرمانا بوقف برنامج كلم مصر، ومدة البرنامج كانت ساعة ونصف لأن الحديث لم يعجب الإدارة المسؤولة في مسبيرو، ولم يعجب وزير الإعلام، ولم يعجب أخوانة الإعلام المصري، وأنا أسجل احتجاجي على ما يدور في هذا المبنى، لأن اتحاد إذاعة والتلفزيون ملك للشعب المصري، وأنا أرفض أن يعامل مذيع أو إعلامي أو مواطن مصري بهذا القمع، هذا مرفوض. أسجل اعتراضي على سياسة وزير الإعلام الإخواني، أسجل اعتراضي على إدارة ماسبيرو الفاشلة الفاشية التي تتعامل ضد الشعب المصري. هذا شعب محترم ولابد أن تحترم وجهة النظر الأخرى، هذا برنامج محترم يحترم الضيوف والذين أسعد بكلامهم، كلام محترم جدا. ما الذي حدث لكي يتم إلغاء البرنامج؟ شيء عجيب. تحملنا عاما كاملا من الجنون الإعلامي والآن نصل إلى هذا القمع على الهواء مباشرة. أشكركم وإلى اللقاء. إلى اللقاء. فين يا أستاذ جمال؟ هذا ما فعله زميلي الإعلام وبلدياتي المحترم جمال الشاعر على القناة الثانية في التلفزيون المصري منذ قليل. معي على الهاتف الأستاذ جمال الشاعر. مساء الخير يا أستاذ جمال. يا أستاذ خير، مساء الخير. أهلا بك يا أستاذ جمال. أهلا بك. بلدياتي بلدياتي العزيز. ربنا يخليك أستاذ جمال. كنت حد ومنفعل وفي حالة غضب شديد، ما الذي حدث؟ تراكم من الممارسات السلبية التي تسيء إلى الإعلاميين الشرفاء في مسبيرو، ومحاولة لتقديم الإعلام المصري، ومعاملة المذيعين والإعلاميين كأنهم خدم السلطان، وطوال الوقت إملاءات من أول اختيار الضيوف لغاية الموضوعات التي تناقش، وبعدين محاولة من محاولات الإلهاء طوال الوقت ألا تناقش موضوعا جادا، يعني ناقش موضوعات عبيطة
اتكلم. اذا كنت هتجيب شخص بيمثل الفصيل السياسي الذي يعبر عن الاخوان المسلمين تعظيم سلام ورائع، اي وجهه نظر اخرى تقريبا مرفوض. مع اننا بنشوف على التلفزيون المصري استاذ جمال، غضب تراكمي، بنشوف على التلفزيون المصري برضو، خلينا ابقى معاك يعني، انت داخل البيت وادرى مني، ولكن بشوف وجوه معارضه موجوده على شاشه التلفزيون المصري طبعا، لكنها ذرا للرمادي في العيون. نعم. يعني انا احكي لك ان هذا البرنامج تم الغاء الحلقه في الاسبوع الماضي لانه برضو مش عاجبينهم الضيوف ومش عاجبينهم الموضوعات. نعم. وتم الغاء حلقه في الشهر الماضي. وبعدين لما زارني بعض القيادات الكبيرة في جماعة إخوان المسلمين رفضوا الظهور مع آخرين وأملوا شروطهم على التلفزيون المصري أن يظهروا منفردين لا أحد يحاورهم. نعم. يعني هل تريد أن أذكر لك أسماء؟ نعم، ما المانع؟ الأستاذ حسن مالك لما شرفني في البرنامج، وهذا اقتصادي ورجل له تاريخ ونحن نحترم جهاده السياسي، رفض أن يظهر مع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق. نعم. وقال في الاستوديو لم يتم الاتفاق على ذلك، قلت له رئيس تحرير اتفق معاك، قال لا ما قاليش. فالمهم طوال الوقت كان في جدل، دخل الدكتور علي لطفي بكياساته السياسيه استطاع انه يخفف الموقف، لكن الاستاذ حسن مالك هدد العاملين في البرنامج وقال الموضوع ده مش هيعدي كده ولازم في حساب، لازم هنتحاسب. يعني ايه هنتحاسب؟ يعني ايه هنتحاسب؟ ويعني ايه انت ترفض الحوار مع الاخر؟ يعني لما يبقى رئيس وزراء مصر الاسبق بيناقشك في مشروع النهضه والملف الاقتصادي، يعني ايه ترفض؟ الاستاذ محمد البلتاجي رفض الظهور منفردا، وهو جاي في اخر لحظه اجبر محمد ناقد معد البرنامج على كتابه اقرار في رساله تليفونيه انه سيظهر منفردا على شاشه التلفزيون. نعم. فين الحوار يعني؟ وما الذي حدث اليوم يا استاذ جمال؟ اللي حدث اليوم ان تم ابلاغي بانه صدر فرمان بالغاء البرنامج، ولابد ان تخدم البرنامج هذه الحلقه فورا. ده بعد ما جبت الضيوف جوه الاستوديو؟ احنا بقالنا كان البرنامج مدته ساعه ونصف. نعم. كان فاضل 35 دقيقه على نهايه البرنامج. كنتوا بتتكلموا عن ايه يا استاذ جمال؟ كنا بنتكلم على اللي انت بتقوله ان دماء المصريين حرام. نعم. على المصريين، وان انا كنت بقول ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان نزرع فسيله حتى لو كانت القيامه قائمه. نعم. وان احنا قبل 30 يونيو لابد ان نفكر في اساليب لمنع الصدام ولمنع الدمويه ولمنع العنف. طب ما ده كلام متوافق، يعني ممكن جدا يبقى عاجب اداره التلفزيون، ايه اللي ضايقها في الكلام ده؟ والله ده اللي حصل. وبعدين عندي اربع ضيوف، ضيف بيمثل الجالية المصرية في فرنسا وأوروبا، واحد بيمثل جالية في الكويت والعالم العربي، واثنين أساتذة في القانون بيدرسوا في الدفاع الوطني وفي أكاديمية الشرطة، ناس عاقلين وجهات نظر محترمة. أنا اعتذرت لضيوفي زي ما أنت شفت. نعم. اعتذرت لهم على الهواء. من الذي اتصل بك وطلب الإغلاق يا أستاذ جمال؟ نعم. مين اللي اتصل بك وطلب إنك تنهي الحلقة فورا؟ المخرج قال لي إنه رئيس القناة بيبلغك انه تم ايقاف البرنامج وهذه الحلقه لابد ان تختمها فورا. نعم. قلت له يعني ايه ايقاف البرنامج؟ قال لا، ما هو دي الموضوعات هم بيتكلموا في موضوعات يعني لا مش هو اللي احنا الموضوعات اللي احنا عايزينها، خليهم يرجعوا للموضوعات. مش فاهم والله، اقسم لك لا افهم. يعني اداره تعيسه، لا تفهم المهنيه، لا تحترم المشاهد، لا تحترم الاعلاميين، لا تحترم الضيوف. اتهمت وزير الاعلام واداره اتحاد الاذاعه والتلفزيون بالفاشيه، هل كان لوزير الاعلام اي تدخل مباشر معك في عملك؟ القفازات يا استاذ خير. نعم. القفازات طوال الوقت. هو لا يوجه كلاما مباشرا الى احد، ولكنه يختار القيادات التي يعني تنفذ الامر بمجرد النظر. يعني ويختار، وطوال الوقت يعني اخترعوا حكايه ايه؟ اقول لك مثلا، يقول لك لا يمكن استضافه اي شخصيه الا اذا كان قدامها شخصيات من الاخوان. يعني من الاخوان مش من الاسلاميين. نعم؟ من الاخوان مش من الاسلاميين او الراي الاخر. لا، من الاخوان. نعم.
يعني انت افرض بتعمل حوار شخصيه مع قامه من القامات ولا حاجه، بنعمل ده. لا ممنوع، لازم تجيب الشخص التاني. بس ده معاك انت يعني، انا عارف ان السيد عمرو موسى دخل التلفزيون، الدكتور برادعي، حمدين، يعني قبل انهم يعملوا حوارات لوحديهم بعد لقي. نعم. يعني بعد محاولات كثيره جدا، ياما اقترحنا ناس وتم رفضها، وانا بفهم تماما ان الاداره طبعا وقع في حرج مع الوزير السياسي، وافهم هذا جيدا، لكن طوال الوقت للاسف الشديد كان في توجيه كافي من اول اختيار القيادات، من اول اختيار القائمين على البرامج. اولا النهارده وانا خارج من، انت عارف ايه اللي حصل بعد الحلقه دي؟ بعد ما قلت الكلام ده ايه اللي حصل؟ نعم. الناس اللي في الكنترول نزلوا في حال بيسقفوا، الناس اللي في الاستديوهات المجاوره جم بيسقفوا، الناس حاسه في مسيره بالمهانه، حاسه بضياع الكرامه المهنيه، ان طوال الوقت حاله من حالات الاخوان الخفيه الغير معلنه واللي هي بالتنقيط يعني. ما حدش اتصل بيك، رئيس القناه، مكتب الوزير، اي حد؟ لا لا لا، حدش اتصل، وانا الحقيقه مش داخل في حوار مع حد. قرارك يا استاذ جمال. انا احترم مهنتي وارفض اخوانك مسيره رفضا تاما، وادعو للعوده الى القرار رقم 79، القانون 13 لسنه 1979 المنشئ لاتحاد الاذاعه والتلفزيون، الذي يعتبر اتحاد الاذاعه والتلفزيون هيئه مستقله. نعم. واطالب بالغاء وزاره الاعلام وبالغاء منصب وزير الاعلام لكي يتحرر مسيره ويكون ملك للشعب وليس لفصيل سياسي بعينه. نعم. لانه هذا خطر شديد، اذا وصلنا للقانون 13 لسنه 79 ده معناه ان احنا بقى عندنا بي بي سي مصريه. نعم. اللي هي هيئة تابعة للدولة المصرية وليست تابعة للحكومة المصرية. نعم. وهناك فرق وأنت تعلم ذلك. نعم، بشكرك جدا زميلي العزيز الإعلامي الكبير الأستاذ جمال الشاعر، موضحا موقفه لماذا استقال على الهواء أثناء تقديم برنامجي على القناة الثانية. هطلع فاصل، بعد الفاصل عندي مزيد من الأخبار، وبعدها حيكون حواري مع سيدي الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري وضيوفي الأعزاء، فانتظرونا. جبهة الإنقاذ تعلن مشاركتها في مظاهرات 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وإعادة صياغة الدستور. المتحدث العسكري يعلن في صفحته على فيسبوك إعادة انتشار عناصر من القوات المسلحة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية. النائب العام يأمر النيابة بإنجاز التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن وقائع تزوير في انتخابات 2005 و2010. وزير الاستثمار ينفي خروج قنوات سي بي سي ودريم والنهار من المنطقة الإعلامية الحرة. انتخاب جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة بفارق صوت واحد عن أقرب منافسيه عز الدين أبو ستيت. مجلس الشورى يوافق بشكل نهائي على ميزانية العام المالي الجديد 2013 و2014.